طول عمري بحلم إني أعمل موسيقى بتشبهني. طول عمري بتمثل بالكبار من الموسيقيين، بحس إنه كانوا يتخطوا حالهم ويتحدوا حالهم طيطلع معهم أحسن شي. أكيد مش كل يوم عنا الفرصة نلتقى بأشخاص موسيقيين كبار بيفهموا علينا وبنفهم عليهم. لقائي بساري وعياد كان مثل السحر، ومن وقتها حسيت إنه إجا وقته لنسيج وصار فيني حقق حلمي. ليه نسيج؟ لأنه نسيج هو معمول من، إذا بدك يدويا، من ثلاث أشخاص اجتمعوا بهالعمل وحبكوا وخيطوا بألوانهم وقطبة قطبة، عملوه من صدق، من تعب، من تمرين، من بحث جدي. يعني هو مثل نسيج، إذا بدك متوازي، بين ثلاث آلات: الآلة الصوتية البشرية، وآلة التشيلو، وآلة البيانو. بآب 2013 التقيت بساري بالصدفة، كان عم يلعب معي بحفلة وأنا ما في معرفة شخصية بيني وبينه. وإذ تجيني فكرة، لأنه بيلمسني لعبه كتير وبحس أنه لازم يصير في تعاون بشكل معين، بلشنا نتسلى شوي، نغني، نشتغل على أغاني، على كوفرز، نحرتق إذا بدك. وبعدين شوي شوي صار يقنعني إنه لازم خيو عياد يفوت معنا، وأنا قل له إنه ما كتير عبالي فوت بيانو بهالعمل، لأنه دايما في بيانو بالعمل تبعي. وصار يقنعني بالآخر. برجع كمان بلتقى بعياد بالصدفة وبشوف إنه مش معقولين. بتذكر لما رحت عند مدام زلفة بويز ومسيو سليم أبو سمرة، كان لازم فرجيهم البروجي، بقى بيكونوا محضرين للكونترا وبقلهم أنا أنه كيف لا ولا يمكن، أنه أنا ما بقبل أني أمضي كونترا مع بروديكتور بدهم يعملوا لي إنتاج بلا ما يعرفوا شو الشغل يلي بدي أقدمه. صحيح مايك ماسي رفض يمضي العقد قبل ما يسمعنا جزء من نسيج، صحيح كان متفاجئ من تعاملنا معه بخصوص هالمشروع، بس هدف مهرجانات زو امكايل هو دعم مواهب الشباب، وهالشي بعتبر حققناه بدعم مشروع نسيج. نحن حبينا نعطيهم الفرصة تهني يعبروا عن موهبتهم مثل ما هني بدهم، يعني ما مش رح نقول لهم كيف يغنوا وأي نوتة يغيروها وين يحطوها. مشان هيك القرار اللي اتاخد، وزلفة كانت مصرة على هالشي وما حق 100%، انه نحن ما نتدخل بجزء الفني. احنا شفنا انه عندهم موهبة وحبينا ندعم هالشي. هلأ اذا برجع بتذكر المسألة، برجع بقول انه منيح يلي هيك صار، لانه بحب انه يكون في اشخاص مأمنين عن جد عن جد بهالعمل يلي بدنا نقدمه لحتى ينجوه، لانه مكلف كتير. يلا نشوفكم بكرة ساعة 9 صباحا. من بعد كل التمرين والتفتيش والروحات والمجيات والسفر بين باريس وبيروت وبيروت وباريس، أكيد كنت تروح عند ساري وعياد لأنه هن ساكنين هنيك. وأكيد من بعد ما تم الاتفاق على العقد مع لجنة مهرجانات زو امكايل الدولية، صار هلأ وقت الجد، وصار عنا استحقاق كتير مهم. صار مطلوب منا أنه نقدم هالمشروع مسجل مع حفلة وورلد بريمير على مسرح مهرجانات زو امكايل الدولية بتاريخ 7 آب 2014. وطبعا هيدا ديدلاين كتير كتير قريب بالنسبة لمشروع بهالصعوبة، وأكيد سبب لنا هالموضوع كتير من الأرق والتعب والسترس، لو حتى كان بوزيتيف سترس. وهيك صار، حجزنا بطاقات السفر على بلجيكا، ومن هونيك ورايح بلش التجنيد الإجباري كل يوم باستوديو على فترة تقريبا شهر ونص. مع
مايك كان هو شايف الفكرة قبلنا يعني. السؤال كيف بدنا ندخل البيانو بشكل انه ينخرط تماما مع الشرقي ويضيف كل الكلتور الغربية. يعني الافكار تقطع على ثلاثه للكل يعملوا يعني فاليداسيون انه هالفكره اوكي. اذا واحد بس قال لا كان مثلا تروح الفكره. عاده بصير العكس يعني الواحد بيحط الكلام بعدين بجرب يلحنه بيطلع اللحن على شكل الكلام. يعني ما فيك لحن شيء انه عبس كليا يعني بدك تلحق شوي الاحرف السيلاب الاكسون بس تبلش بالعكس ما تقعد محدود بهالشيء. مش كأنه كتاب لازم تقريه كذا مرة تتفهمه وهو شوي صعب يعني بس كل ما تقريه مرة كل ما تفهم أكثر كل ما تشوف أشياء أكثر وكل مرة بتكتشف شيء جديد بالسيدي كل مرة بتسمع شيء جديد يعني قد ما في معلومات بتقول إنه هيدا نسيجي يعني هيدا قوة نسيجي بعد دفني عجب لا زبطت أنا ليش تفتكرت مش زبطت Bon, tu m'appelles si t'as besoin de quoi que ce soit. Et bonne chance et bonne session. Et merci pour tout, pour tout. Je t'embrasse et j'embrasse ta voix. Allez. Allez, ouais, toi aussi. Bye bye. Fadia sauta mettel bishbah cello. Ou pur ou. ونفسيتها كانت يعني كانت تشجيعة وحتى لو احكي معها على التليفون من باريس على لبنان كانت عم بتسجل متعاونة وبروفيشنال اكتر من حيالله شخص يمكن التقيت فيه بحياتي وهيدا عن جد تعلمنا منه الكتير 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 منا خدمة ابدا يعني بعكس من ما مرات بكون عم بيمزح مايك معي بيقول انه عم بعمل له خدمة اني عم اشترك بالعمل بالعكس انا بشوف انه الاشتراك معهم فيها استفادة متبادلة من كل قلبي مبسوطة اني عم غني مع هالشباب الحلوين المهضومين والموهوبين مايك وساري وعياد بحس انه عم بكسب اشياء جديدة من نوعها ان كان من حيث ستيل ولا حتى من حيث الاداء 8 بدي اعملهم انا سبت احد تنين كيف تسجل 8 اغاني بثلاث ايام وتعملهم اديتنج يعني انه ابسورد ولا مره كان عندنا فرق بين النهار والليل يعني ليلنا نهار ونهارنا ليل لانه كنا مجبورين عن جد مجبورين نخلص مش بس انه كان عندنا مسؤوليه من ناحيه الموسيقى كان عندنا كمان مسؤوليات تجاه الانتاج الفني كان في حرص كتير 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 كبير على النتيجة لأنه يلي مطلوب هو أنه نقدم عمل بمواصفات عالمية حقيقة وكان في شق إدارة الإنتاج كمان كان جبل كتير كبير على كتافنا يعني ويلي ما كان هين أبداً هيدا الشيء وكانت مسؤولة عنه كمان روني عطلة وكان في نادر مصلي يلي رفقنا بالستوديو يعني من الستوديو لأوضة النوم إذا بدك من الفجر للنجر عمل مستمر من الناحية الفنية ومن الناحية التقنية ومن الناحية الانتاجية مثل خلية النحل وما كان يلحقنا ساعات نوم كافية أبدا يعني نوصل الليل بالنهار وكانوا الكل خايفانين أنه نفرط معنويا وجسديا وما نقدر نكمل ولا حتى نقدر نوصل على الحفلة كان في كمية ضغط كتير كبيرة وكنا مجبورين بهالديدلاين ولكن ما كان عنا اللوكجري انه ناخد وقتنا كتير ونكون مرتاحين على وقتنا بس بعتقد انه شغفنا وتعلقنا وإيماننا الكبير بهالعمل هو اللي بالحقيقة خلصنا من بعد أكيد ما سجلنا البيانو والتشيلو وأكيد انضم لقلنا فرانسوا تايفير عازف الإيقاع وفراس حسن وأرني فان دونغن على الكونترباس وسجلناهم أكيد مع المنتج الموسيقي أسامة عبد الرسول بجنت بستوديو بوما وأنا رجعت سجلت صوتي بستوديو ساتيام سيال ببريز قررنا نروح على استوديو دادا ببروكسل لحتى نعمل ميكساج وماسترينج
من بعد ما خلصنا هالتسجيل والميكساج والماسترينج فكرنا انه خي هلا بدنا نرتاح، واذ انا بعلن الجميع انه لا لازم نروح على بيروت باسرع وقت لنباشر بالتمارين مع المخرج ناجي سوراتي وروزانا لحود وجيمي بشاره يلي كانوا عم يشاركوا كمان بالرقص التعبيري على هالوورلد بريمير، واكيد التمارين مع الموسيقيين ومع كل التقنيين كان كمان كتير كتير ستريس عالي وبيستغرق وقت قبل ما الديدلاين اللي هي 7 آب 2014. بس كمان بذات الوقت في الشعور تبع انه ما بدك تتخلى عنه لانه المشاركة فيه مع الناس كتير حلوة، بس كمان هيك عم بتكب كل الايموشنز للناس، وهذا في نوع من الروتيني والخوف اوقات بيخليك ترجع وتقدم لورا، وطبعا الخوف من انك تنجح او ما تنجح. الهمروجة كلها على بعضها بتحس انه ما عبالها كتير تخلص، بس انه بذات الوقت بليز خلصي لانه تعبت، فانه كتير غريب. بعتقد انه بهالمطرح بنقدر نكمل بعضنا انا وساري وعياد، وين هذا شيء اوتو البروجي انه كل واحد شيء بس انه في دي كومبرومي شيء حلو انه حقق جزء من الحلم او الحلم. بس بكره سيدي هذا اكبر برهان انه هذا الشيء اللي فتنا فيه مش غلط ابدا، و رح يكون في نتيجه ان شاء الله تعجبكم. تحدي احسن تحدي هذا وصل ولك You made it حبيبي. برافو خلص برافو فاك برافو.